فعندنا المحركات بشكل عام تنقسم، او عندنا دي سي موتورز برش دي سي موتورز، يعني هاي المحركات لها برشز. هلا بتنقسم بشكل رئيسي الدي سي موتورز لبرش دي سي موتورز للنوعين. في عندنا بيرمننت ماجنت، البيرمننت ماجنت يعني الماجنت اتجاه الفلكس بيكون كونستنت بهذا الاتجاه دائما. فلازم السلك امرر الكرنت بالسلك يكون عمودي على اتجاه هذا الفلكس. الفيرمنت ماجنت هلا صارت هون شائعه جدا، وايدلي يوزد. وهلا يستعمل وين؟ بيستعمل الفيرمنت ماجنت اي سي موتور لحد الان يستخدم سمول همبس ووتر همبس. بيستخدموه في الالعاب، العاب الاطفال تويز. بيستخدم كمان مثلا زي ما شفنا في بعض انواع التريدميلز بيستخدم بيرمننت ماجنت دي سي موتور. فبكون بيطلع منه هذا بس سلكين. فاذا جينا حطينا هدول الطرفين، شو هذا الشعار اللي حطيته انا هون؟ شو بتتوقعوا هاي القطعه اللي حطيتها هون؟ مربعين هدول او مستطيلين؟ البرشز، هدول البرشز. اللي هو فكرتك يعني مش ما هدول. فهاي كانها برش وهاي برش، دول البرشز. فهذا بيطلع منه سلكين. شو اسمهم السلكين هذول لما حكينا عنهم بالماث لاب؟ شو الطرفين هذول كان اسمهم؟ في ارمتشر. ايش كان الرمز الاحرف؟ A بلس A ماينس وما عندي هون النوع الثاني اللي هو الكتروماجنت. فبيجي عندي هون الفيروماجنتيك ماتيريال. طبعا تذكر انه هاي فيروماجنتيك ماتيريال لازم تكون، لانها لازم تسمح. طبعا هاي حتى بيرمننت ماجنت، بس هاي شو بتكون؟ ملف. هاي فيروماجنتيك ماتيريال عليها ملف، فهاي فيرو ماجنتيك ماتيريال. ومميز الفيروماجنتيك ماتيريال بالنيو تبعتها اللي هي بالعربي ايش؟ الثيرمابيلتي. ايش بالعربي؟ لا ايش هي؟ الثيرمابيلتي السماحية، النفاذية، السماحية الثيرماتيفيتي، النفاذية. فبنيجي هون بنلف السلك، بنلف السلك هون هيك، ناخذ هذا السلك نكمل من هون، وهذول الطرفين ايش سميناهم في الماتلاب لما كنا نعمل السيميلينج؟ اف او اف بلس اف ماينس. انا مش متاكد اف بلس اف ماينس ولا اف 1 اف 1 اف 1 اف 2 اف 1 اف بلس اف ماينس اف بلس اف ماينس. والارمتشر هذا هون حطينا عندنا تو برشز هون هيك وهيك وسميناهم اي بلس واي ماينس. اوكي، كم سلك هذا له؟ اربعه. كم سلك هذا له؟ اثنين. اذا هذا هون تو وايرز هذا فور وايرز. اوكي، هذا استخدامه لا زال يستخدم، او يعني المناطق اللي يستخدم فيها لارج باور ابلكيشنز، بس هلا ريرلي يوز. خليني احط كلمه ريرلي يوز nowadays. ايش ريرلي يعني؟ نادر استعماله. ليش؟ يعني صار اول شيء عندي المشكله بدي استخدم هون الكتروماجنتس بدل ما استخدم بيرمننت. صار عندي هون في بيرمننت احسن من الكتروماجنتس اللي موجود هون، اسهل استخدامه. اذا بدي هاي باور ابلكيشنز وين بروح؟ ما بروحش على الدي سي موتور، بس اندكشن موتور. اوكي، اذا هيك ريلي يوز ناو دايز. كان يستخدموه يوز تو بي يوزد ان اليفيترز. قطارات، لكن الآن استعماله أخف بكثير من السابق.